فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم حجز مكان في المسجد بوضع كتابه ونحوه في الصف الأول أو خرقة معلمة وكذا؟ نعم، الحجر أو التحجر في المسجد إذا كان الإنسان في المسجد فلا بأس، أو تحجر وذهب ليقضي حاجة كوهو إن أو شبهه فلا بأس أيضا. أما إذا تحجر وذهب إلى بيته إلى أهله إلى متجره فإن من العلماء من يقول إن هذا ليس بجائز، لأن الحق للأول وهذا منع الحق، ومنهم من يقول إنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب سعد بن معاذ قبة في المسجد، وهذا نوع من التحجر. والذي أرى أنه من الورع أن يترك الإنسان هذا التحجر، أن يترك هذا التحجر إلا في الحالين اللذين ذكرتهما، وهما إذا خرج من المسجد بحاجة ويعود عن قرب، أو إذا كان في نفس المسجد. ما يفعل كثير من الناس في الحرم المكي ما يفعل كثير من الناس في الحرم المكي وفي بعض المساجد من حجز الأماكن، يضع مكان يضع كرسي المصحف مثلا على مكانه ويأتي بعد ساعات أو سبع ساعات ويحجز عن غيره من المسلمين ليأتون قبله، هذا يجوز أو لا يجوز؟ الذي نرى في حجز الأماكن في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أنه إن حجز وهو في نفس المسجد أو خرج من المسجد لعارض وسيزول عن قرب وسيرجع عن قرب فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط إذا كان في المسجد أنه إذا اتصلت الصفوف يقوم إلى مكانه لئلا يتخطى الرقاب. وأما ما يفعله بعض الناس يحجز ويذهب إلى بيته وينام ويأكل ويشرب أو إلى تجارته ويبيع ويشتري فهذا حرام ولا يجوز، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. ولكن قد يرد علينا مسألة الحجز في منى، فإنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ألا نبينك بناء يعني في منى، فقال منى مناخ من سبق. فنقول إذا حجز الناس في منى فاحجز، لأنه لو لم تفعل ما وجدت مكانا. لو أن الناس كلهم اتقوا الله عز وجل وتركوا الحج وصار من سبق فهو أحق فهذا هو الخير، لكن الآن الأمر بالعكس. إلا أنه الحمد لله في ظني أن ما حصل أخيرا من الحملات التي تأخذ أرضا بإذن المسؤولين عن توزيع الأراضي هي أهون بكثير من الحج، لأنها تكون البقاع منظمة وكل إنسان يعرف مكانه.